الموضع. إذا نحسبوا واحد المعلم ديال الفضاء او اي جي ك، ها او هيا اي جي ك. إذا المحور اللي تابع له اي هو محور او اكس، هذا المحور او واي، وهذا المحور او زد. نعتبر واحد النقطة متحركة ام هنايا، نعتبر المتحرك كيف هذا الموضع هذا. إذا الأحداثيات ديالو الآن هي هذه، كندير الإسقاط على المستوى، ومن بعد كندير الإسقاط العمودي على المحاور. إذا هذه هي إكراي، هذه هي إكس، والإسقاط هنا هذا موازي لهذا، هذا هو كيعطيني الأنسوب زد. إذا الأحداثيات ديال النقطة إم شنو هما؟ هما إكس وإكراي وزد. الأحداثيات النقطة إم هما إكس وإكراي وزد. الأحداثيات ديال النقطة أو هي صفر صفر صفر. إذا الآن نقدر لكم نعطيكم الأحداثيات المتجهة أو إم. المتجهة أو إم الأحداثيات ديالها شنو هما؟ غيكون هما إكس إم ناقص إكس أو، إكراك إم ناقص إكراك أو، شاقيته في الثالثة إعدادي. الأحداثيات المتجهة أ بي هي إكس بي ناقص إكس أ، إكراك بي ناقص إكراك أ، زد بي ناقص زد أ. إذا إكراك إم ناقص إكراك أو، زد إم ناقص زد أو. إذا إكس أو وإكراك أو وزد أو هما صفر صفر، إذا غادي تبقى هي الأحداثيات المتجهة أو إم غتكون هي نفسها. الأحداثيات المتجهة أو إم غتكون هي إكس إم، إكس النقطة إم هي إكس، الحمد لله، إكس النقطة إكراك هي إكراك، وإكس النقطة زد هي زد. إذا إكس ناقص صفر هي إكس، إكراك ناقص صفر هي إكراك، وزد ناقص صفر هي زد. إذا كتلاحظوا هنا ما بين الأحداثيات المتجهة الموضع أو المتجهة أو إم والنقطة إم، الأحداثيات ديالهم هما نفسهم. إذا للمتجهة أو إم نفس إحداثيات النقطة المتحركة إم. لأن المتجهة أو إم عندها نفس الإحداثيات ديال المتجهة إم، كنعتمدوها في تحديد ديال موضع النقطة المتحركة إم. إذا لاحظت الإحداثيات المتجهة أو إم، غادي ضمنيا نصفط الإحداثيات النقطة إم. هذا علاش كنسميو المتجهة هذه متجهة الموضع. أو إم تسمى متجهة الموضع. إذا التعبير ديال أو إم الآن كمتجهة، كمتجهة شنو غتكون؟ هي الإحداثيات ديالها أوفسو ديالها مضروب في إي، زائد أورتو ديالها مضروب في جيل، زائد أنسو ديالها مضروب في كا. إذا الأوفسو هو إكس، الأورتو هو إكراي، والأنسو هو زد. إذا هذه هي متجهات الموضع. المنظم ديالها، إذا المنظم متجهات الموضع، إذا الطول ديال هاد السهم ديالها المنظم، المنظم كنديرو هاكا أولا كنحيدو غير السهم، كنكتبو أو إم بلا السهم. هنا غنحاولو نبداو نضبطو الأمور ديالنا باش نميزو ما بين المنظم والمتجهة. إذا المتجهة كنديرو لها السهم، والمنظم كنحيدو له السهم. المنظم عبارة عن عدد، والمتجهة هي عبارة عن متجه. إذا أو إم كتساوينا الجذر ديالها مربع الإحداثيات، إذا الإحداثي الأول هذا أس اثنان، زائد الإحداثي الثاني اللي هو أس اثنان، زائد الإحداثي الثالث أس اثنان. والوحدة ديالها كتكون هي بالمتر. هذه متجهة الموضع. إذا شنو هي متجهة الموضع؟ هي واحد المتجهة اللي الأصل ديالها كاين في أو، والطرف ديالها تابع المتحرك فين ممشى. هذه المتجهة هذه كتسمى متجهة الموضع. إحداثيات المتجهة أو إم هما نفسهم إحداثيات ديال المتحرك في ذاك اللحظة اللي كان اللي عطينا فيها الإحداثيات ديال المتجهة أو إم. الآن إلا قلت لكم إكس وإكراي وزد، هادو شنو كيتسماو؟ هادو إحداثيات، إحداثيات متجهة الموضع أو إم. مزيان، خلال الحركة الجسم فين غيتحرك؟ تعرف فاش تصبح هنا؟ باش الإحداثيات ديالو تبقى هي نفسها. إذا ما حدو كينتقل، الإحداثيات ديالو كتغير. إذا خلال حركة الجسم تتغير، تكون إكس وإكراك وزد دوال زمنية، إذا كتكون كتغير دلالات الزمن، عندها علاقة كتربطها بالزمن، دوال زمنية، أي إكس كتكون عندها علاقة بالتي، وإكراك كتنطلقها بالتي، والزد متعلقة بالتي. إذا هنا بما أنها متعلقة بالتي كنبدلو لها الاسم، مكنبقاوش نقولو لها الإحداثيات،
وكنرجعو كنسميوها المعادلات الزمنيه للحركه. في هذه الحاله اكس دو تي و واي دو تي والزد دو تي تسمى المعادلات الزمنيه للحركه. المعادلات الزمنيه للحركه. اذا الان عرفنا شنو فاش كيقول لي اوجد المعادلات الزمنيه للحركه، هذا يكون اول سؤال عندكم في الامتحان الوطني. بس في دقيقه القانون الثاني نيوتن اوجد المعادلات الزمنيه للحركه. اذا اش كيطلب منك ديك الساعات؟ كيطلب منك تلقى العلاقه التبعيه ديال اكس كيساوي لنا شي حاجه دراسه تي ا تي زائد بي ولا شي علاقه ما بين اكس والتي، واكراك شي علاقه ما بينها وبين تي ولا تي استثناء ولا شي حاجه، والزد دلاله ايضا تي. هنا كيطلب منك تلقاو التعبير ديال الاحداث ديال اكس واكراك والزد دلاله تي. اذا فاش يقول لك اوجد معادلات الزمن للحركه راه كيقصد تعطيه العلاقه اللي كتربط اكس بالتي، والعلاقه اللي كتربط اكراك بالتي، والعلاقه اللي كتربط الزد بالتي، يعني معادلات الزمن للحركه. هذا الامر الان بسهل. نضبطوا هذا الان. قلنا عندنا متجهات الموضع، احداثيات ديال متجهات الموضع هما نفسهم احداثيات المتحرك، وهذا على سميها متجهات الموضع لان الا عرفنا الاحداثيات ديالها كنعرفوا الموضع المتحرك فين كاين. من بعد قلنا بالتعبير المتجهات الموضع كي كيتكتب، اذا اكس اي زائد اكراك في جي زائد زد في ك. قلنا المنظم ديالها هو الجذر مربع ديال اكس وكاري ديال مربع الاحداثيات ديالها. قلنا اكس واكراك وزد معروفين عندنا في الرياضيات منهم الاحداثيات، ولكن خلال الحركه كيتغيروا حسب دوال زمنيه. فهاد الحالة هادي مابقاوش نسميوهم إحداثيات ولكن كنسميوهم المعادلات الزمنية للحركة. إذا أول حاجة أنا نسجلوها هي المعادلة الزمنية للحركة، بما هي علاقة بكثرة شنو؟ إحداثيات المتحرك بالزمن. طيب هنايا فائدة المعادلات الزمنية، فائدة المعادلات الزمنية غادي نشوفوهم هنا. إذا فائدة المعادلات الزمنية نعطيكم بعض الفوائد اللي غنحتاجوها، نقدروا نجيبو منها أكثر من بعد، نبداو الدراسة ديالنا نعطيكم فوائد أخرى، ولكن الآن كيف الحوايج اللي غنحتاجو فيها المعادلات الزمنية، يعني هي طلبوها لك فكر أنك تنطلق من المعادلة الزمنية. إذا بالنسبة لعند أول فائدة المعادلة الزمنية قلنا هي أنها كتربط الزمن بالإحداثيات. المعادلة الزمنية شنو الفائدة ديالها؟ إلا عطيتيني اللحظة اللي كانت عندي المعادلة الزمنية للحركة وقلتي مثلا عند تي كتساوي 3 سكوند فين غيكون المتحرك، نعطيك الإحداثيات بكل سهولة. نمشي ناخذ 3 سكوند ونعوضها فيما كانت تي في المعادلة الزمنية، نعوضها بثلاثة غادي نلقى الإحداثيات ونقول لك ها المتحرك فين كاين. إذا أول فائدة، إذا فوائد التحديد موضع المتحرك عند لحظة تي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية العكس، نعطيك الإحداثيات ونقول لك فوقاش غيكون المتحرك تما، فوقاش غيكون المتحرك مثلا الموضع الفلاني. إذا هنا إذا كانت عندك المعادلات الزمنية كتعوض فيها الإحداثيات وكتخرج الزمن تي. إذا تحديد لحظة تواجد المتحرك ولا مرور المتحرك بموضع معين، هذه الفائدة الثانية، تحديد لحظة مرور المتحرك بموضع معين. ثالث حاجة هي نقاو معادلة المسار، إذا معادلة المسار شوفوا مثلا مثال نكتبو هنا المعادلات الزمنية لحركة نقطة متحركة أم هي هنا اكس دو تي كتساوي لنا 3 تي ناقص 1 و واي دو تي كتساوي لنا الحداد ناقص 1 باش نمسك الحساب، واي دو تي كتساوي لنا ناقص 2 تي مربع زائد 1. هذا هو عدد زمن الحركة. الحركة هذه فيها غير جوج ديال الاحداثيات، يعني حنا الحركة كتتم في مستوى ماشي حركة
في الفضاء، وانتم في السنه ديالكم هذه السنه هذه غادي